السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، في هذا المقطع بإذن الله جل وعلا سأعطيكم وصفة لعلاج سحر تعطيل الزواج. فكنت قبل الفيديو اللي قبل هذا كنت قلت لكم الأعراض ديال سحر تعطيل الزواج، وقلت لكم من بعده الفيديو غادي نحط لكم وصفة لعلاج سحر تعطيل الزواج. السحر عنده عديد من الأنواع ديال السحر ديالو، كل سحر وشنهما العملية اللي كتبطل داك السحر. مهم العملية ديالهم كاملين وهي الرقية الشرعية. الرقية الشرعية إذا كان السحر مرشوش تستعملين أوراق سدر وتستعملين ملح خشن وماء الرقية الشرعية، وكتسيقي به قدام العتبة ديالك ديال المنزل ديالك أو لا في البلاصة اللي كتلقاي انت السحر مرشوش عندك، كترشي البلاصة اللي كتلقاي فيها السحر مرشوش 7 أيام بإذن الله جل وعلا. واما الوصفه المهمه اللي خصك ديري اختي الحبيبه، فتاخذين 700 غرام من السدر، 700 غرام من السدر، تاخذين 700 غرام من السدر. فهادشي اللي غادي نقول لكم، غير وجدي ورقه وستيلو او لا عاودي الفيديو باش تعقلي على هادشي هذا. ف 700 غرام ديال السدر لا بد من السدر. فتأخذين السدر وتضعينه في الماء وتقرأي على الماء الرقية الشرعية. الماء تقرأيه على الرقية الشرعية او لا تعطيه لشي واحد من العائلة ديالك او لا شي واحد قريب لك، شي واحد ود الجيران ديالكم، تعطيه ويقرأ لك على الماء، يقرأ لك على الماء الرقية الشرعية. ملي غيقرأ لك على الماء غتشربي من داك الماء وغادي تغتسلي من داك الماء، غتوضعي معاه 100 غرام من السدر، وغتبقى لك 600 غرام كل يوم، غادي تخدمي ب 100 غرام كل يوم، ب 100 غرام من بعد صلاة العصر، زائد بخور بالفيجل من بعد صلاة الظهر، زائد أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، لا بد هادشي هذا خصو يكون. كذلك الرقية الشرعية، تصنتي للرقية الشرعية أو آية الكرسي لمدة ساعة، لمدة ساعة. كذلك أختي الكريمة الحفاظ على الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كذلك الحجاب الشرعي ولباس التقوى ذلك خير. وكذلك أختي الكريمة عندما تأوي إلى فراشك توضئي، فأحسني الوضوء ثم صلي ركعتين لله عز وجل واطلبي من الله عز وجل، وتكثري من هذه الآية التي سأقولها لك الآن، وهي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الدعاء هذا خصك تبقي تقوليه يوميا، ما يحيدش من الفم ديالك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كذلك ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين. هاد الايات هادو خصك ديما تبقاي تقوليهم 24 ساعه 24، انت جالسه في الكوزينه او في المطبخ كتقولي هاد الايات هذا، انت خارجه للشارع كتقولي هاد الايه هذه، فين ما مشيتي كتقولي هاد الايه هذه، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ربي لا تدرني فردا وانت خير الوارثين. كذلك اختي الكريمه تصبحي بسبع ثمرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح بسبع ثمرات من اجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فكذلك الإنسان يأكل العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. كذلك من العلاجات المباركة زيت الزيتون، بعض الأخوات يدهن بزيت الزيتون، فلا بأس أن تقرأي عليه وتأكليه، يكون العلاج أقوى بإذن الله جل وعلا. هذه الوصفة استعمليها فوق 40 يوما، وبإذن الله جل وعلا فسوف تكون النتيجة بإذن الله جل وعلا. واسألي الله عز وجل من فضله، واسألي الله عز وجل، هو الذي أي واحد جاء عندك للدار يخطبك أو جاء وطالب يدك، فديري صلاة الاستخارة، ما تغفليش، ديري صلاة الاستخارة ديالك، وبإذن الله جل وعلا غادي يبينك الله عز وجل أنه واش هاد السيد هاد الأخ اللي جاي يخطبك وأنه واش مزيان لك أو لا ما مزيانش لك. إلا كان مزيان لك في دينك ودنياك راه غادي يأتك به الله، إلا كان خايب لك في دينك ودنياك راه غادي يبعدوا عليك الله عز وجل.
وستكون النتيجة بإذن الله جل وعلا بإذن الله الواحد القهار. فالإكثار من الدعاء، الدعاء هو سلاح المؤمن، والدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إخواني أخواتي، حتى لا أطيل عليكم، إذا كنت من المتتبعين الجدد فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك كل جديد يتعلق بهذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.